اهلا وسهلا بحضراتكم. هناخد دلوقتي تحليل المشكله. يعني ايه تحليل المشكله؟ احنا عندنا مشاكل كتيره جدا وعندنا اكتر من مشكله مجتمعيه، فازاي هنحلل المشكله وازاي هنعرف ان فعلا دي مشكله ولا لا؟ تحليل المشكله هي عمليه بيتم خلالها تحليل المشكلات لفهم الاسباب ذات المستويات المختلفه اللي ادت الى المشكله. هديكم مثال بس صغير جدا لو انتوا عارفين حضراتكم. خلينا احنا بنقول احنا بنتكلم عن تحليل المشكلة. تخيلوا كده عندنا أرض زراعية. أكيد منكم عنده خلفية زراعية وحاجات زي كده. فالمزارع أول ما بيجي يزرع الأرض بيحاول إن هو يحرس الأرض، إن هو يقعد يقلبها كويس قوي ويقعد يجهزها ويهيئها للزراعة. فهو عمل كده فعلا وبدأ يحط بعد ما هيئ الزراعة، بدأ يحط الثمار بتاعته أو التقاوي بتاعته اللي هو هيبدأ يعملها علشان تقدر تكبر وتبقى شجرة. الراجل المزارع عمل الكلام ده وقلب وقسم الأرض وحط فيها التقاوي زي ما احنا شايفين وبدأت تكبر الشجر، يكبر ويطلع ثمار. شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ شايفين شجر طارح وشكله كويس وفي النص فيه مشكلة، في النص فيه شجرة معينة مش طالعة كويس، صح ولا غلط؟ طيب ايه اللي المفروض يعمله؟ او ايه 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 اللي هيبدا المزارع يشوفه عشان يعمل الكلام ده؟ ففي ناس بتقول هو عنده مثلا ما كانش عمل لها ري كويس. فايه المشكله بتاعتها او هنعالج المشكله دي ازاي؟ هيقول والله ممكن يزود المياه شويه، يهتم بيها شويه في المياه. طب عمل كده ولسه برضو زي ما هي، يقولوا مثلا ممكن يحط لها تقاوي واسمده علشان يقوي من شدتها شويه. يبقى هو حط مثلا، حد قال ممكن يكون الميه مش واصله لها كويس فهيزود ميه، حد قال التقاوي بتاعتها والسماد بتاعها محتاج يزود شويه السماد بتاعها، حد ممكن يقول طب والله انا ما اعرفش اكيد في سبب معين فاحنا محتاجين خبير، جبنا الخبير وقال لا ده في مشكله كبيره والحاجات دي كلها. طب الخبير ده مش محتاج فلوس، محتاج جهد، محتاج وقت. نفس الكلام لما نزود ميه، مش الميه دي بفلوس، وقت وبرده مجهود اكيد. نفس الكلام برده على التقاوي، لما نقعد نزود التقاوي بتاعتها. في ناس بتقول طب ما ممكن يشيلها خلاص ويرميها، مش صح؟ ده حل، بس الحل ده بيلجأ ليه المزارع في اخر حاجه خالص ممكن يفكر فيها. يعني اي حد عنده خلفيه زراعيه هيقول ان المزارع ما بيقدرش يشيل الزرعه بتاعته ويشيل الشجره بتاعته ويرميها في حته بعيده دي، بس هو حل موجود ان هو يخلع الشجره خالص من مكانها. كل دي حلول هنبدا نبص عليها هتوافق، يعني لازم هتاخد مننا فلوس وقت وجهد ومال. طيب لما جه الخبير قال لا والله ده احنا محتاجين نبص شويه، انت قلبت بدا يدير معانا حوار
وده اللي احنا بنقول مهم جدا نعمله وهنشوفه في المقابله شبه المنظمه، ان انت لازم تدير حوار مع الشخص، لازم تقعد تتكلم معاه، لازم تقعد تدور على اللي ظاهر هنا ايه. اللي ظاهر هنا ان في شجره، ده ظاهر من الظواهر ان في شجره مش مثمره زي بقيه الشجر، ففي مشكله صح. هل المشكله ظاهره ولا الاعراض بتاعتها هي اللي ظاهره؟ هو ده المشكله، هو ده اللي لازم احنا نفرق بين الاثنين. ده العرض اللي ظاهر مش المشكله اللي ظاهر، صح ولا غلط؟ طيب وده مثال مثلا بنقول لكل الناس، انت لما بيجي لحضرتك صداع بيحصل لك ايه؟ بتروح تدور على مسكن للالام، بنادول او اي حاجه من الحاجات دي، صح؟ هو ده الفكره، انت دورت على سبب الصداع؟ لا، انا باخد حاجه تسكن الصداع بتاعي ده، لكن ما دورتش ايه هو سبب الصداع. لما قعد يبحث الراجل الخبير ده اكتشف ان في حجره موجوده هنا في الحته دي بتعوق امتداد جذور الشجرة دي. هل الحجرة دي ثابتة؟ هل الحجرة دي ظاهرة قدام عينينا؟ لا طبعا مش ظاهرة قدام، بس عملنا ايه عشان نعرف نوصل لها؟ قدرنا نحفر وندور ونشوف السبب الأساسي اللي أدى إلى المشكلة دي. علشان كده بنقول دي اسمها شجرة المشكلات. شجرة المشكلات دايما اللي ظاهر الأعراض نتيجة المشكلة، لكن سبب المشكلة دايما بيبقى خفي ومش موجود تحت الأرض. لو شلنا الحجرة دي تخيلوا إيه اللي هيحصل؟ لو شلت الحجرة دي خلاص الجدر هيقدر ينزل ويقدر يعمل ويقدر يبقى زي وزي الشجر الباقي ويثمر ويبقى شجرة كبيرة. عشان كده بنقول مهم قوي في شجرة المشكلات، بس في حاجة مهمة لازم تشوفوها وهنعرفها بالتفصيل دلوقتي حالا. تخيلوا اهو شجرة المشكلات اهي. دي شجرة المشكلة. أي مشكلة هنبدأ نحللها بنفس فكرة الشجرة دي. الشجرة دي في ساق موجودة، يبقى هي دي اسمها خلينا نقولها المشكلة نفسها. دي المشكلة الأساسية، ده المشكلة اللي أنا عندي دي. ونعمل خط كده، في حاجة هنا اسمها النتائج التي ترتبت عليها المشكلة، أو بين قوسين أثر المشكلة. واللي تحت مش باين عندنا ده هو إيه؟ هي الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة. الأسباب دي باينة؟ لا مش باينة. إيه اللي باين؟ المشكلة. وإيه اللي باين تاني؟ النتائج اللي ترتبت عليها، أو الأثر اللي واقع على المجتمع من وجود المشكلة دي. عشان نعرف المشكلة دي أو أقدر أحللها كويس، لازم أهو نكتبها بالأحمر عشان تبقى باينة ومهمة جدا جدا. يجب توصيف المشكلة توصيف جيد. لازم اعرف اقول المشكله فين بالظبط، ايه هي المشكله بالظبط، عشان لو انا ما عرفتش المشكله بالظبط هتلاقوا نتائج تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم عنها، وهتلاقوا حاجات تانية خالص غير اللي احنا بندور عليها. وفي حاجه اسمها بقى الاسباب. في الاسباب دي مستوى، مستويات كده، زي مثلا لو جينا ندي مثال صغير جدا على مشكلة، زي مثلا مشكلة التسرب والتعليم. خلينا نعملها برضو على الثلاث مستويات اللي احنا بنتكلم عنها دي. هنا المشكلة، وهنا النتائج، وهنا ايه الأسباب. هكتب على مشكلة، أي مشكلة، بس نقول التسرب من التعليم، ده مثال يعني. لو عندي تسرب من التعليم هيؤدي إلى إيه؟ فرع من الفروع مثلا ممكن يؤدي إلى البطالة مثلا، ممكن يؤدي إلى الأمية، انتشار الأمية، صح؟ عدم الحصول
على فرص عمل مناسبة. أقول مثال مثلا، ممكن يعمل لنا مثلا انتشار مثلا المشاكل المجتمعية زي مثلا البلطجة والحاجات دي كلها، لأن هو شخص مش متعلم مش فارق معاه حاجة، فممكن يظهر مشكلة البلطجة مثلا، ممكن تظهر عدم مستوى الاقتصادي بتاعه مش مناسب، يبقى ضعف المستوى الاقتصادي للناس اللي عندهم مشكلة التصرف التعليم دي، يظهر بعض العادات السلبية في المجتمع، العادات السلبية. طب لو دورنا على التصرف التعليم ده اللي هي دي، ايه اسبابها؟ اسبابها ايه؟ اسبابها ممكن يكون مثلا ان الاهل هم كمان اميين مش فارق معاهم تعليم ولادهم، صح؟ ممكن يكون ضعف المستوى الاقتصادي، صح؟ ممكن يكون الاهل ما عندهمش مستوى اقتصادي معين او مرتفع يقدر يعلموا بيه ولادهم، فالولاد هربوا من التعليم. ممكن يكون في حاجه اسمها سوء المعامله، اسباب كتير. الاساس او الغرض الاساسي من احنا بنقول ده، ان احنا الاول بنوصف المشكله ونشوف النتائج اللي ترتبت عليها ايه، بس الاسباب هي دي اللي لازم ندور عليها، ولازم ندور على الاسباب بان احنا نقعد ندور عليها ونقعد نتكلم عليها. دي مستوى معين من الاسباب، وفي ممكن يكون مستوى اعمق شويه. لو احنا مسكنا مثلا ضعف المستوى الاقتصادي ده ليه، او الاهل اميين، ايه سبب الاميه بتاعت الاهل، وهيبدا ينزل فرع تاني من الفرع ده، فاهمين ازاي؟ يبدا يتفرع، تبدا تتفرع 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 الحاجات دي كلها. فلازم ادور على الاسباب، ولازم اقعد اشوف ايه السبب الاساسي اللي ورا المشكله دي. السبب دايما مش ظاهر، انما الظاهر هو العرض بتاع المشكله، نتيجه المشكله اللي موجوده دي على الناس، هو ده اللي ظهر قدامي. في تحليل المشكله في حلاوتها وجمالها، في ان احنا نقدر نوصل للاسباب، اول حاجه عشان اعرف صح احل المشاكل المجتمعيه موجوده صح، لازم اعرف اوصف المشكله، لازم اهو توصيف المشكله، توصيف جيد، مهم جدا جدا جدا، توصيف المشكله توصيف جيد. كل ما قدرت اوصف السبب الاساسي او المشكله الاساسيه اللي عندي، هقدر ادور على الاسباب الحقيقيه وهقدر ادور على النتائج. تخيلوا كده لو الاسباب دي اتشالت، زي المثال بتاع الشجره ده، لو الاسباب دي اتشالت هيبقى في مشكله؟ لا، مش هيبقى في مشكله، بس ممكن شويه المجتمع يعاني من اثرها شويه لغايه ما نقدر نحلها كلها بالكامل. ففي تحليل المشكله مهم قوي ان احنا نشوف الاسباب اللي ادت لمشكله، ايه النتائج اللي حصلت ليها، ولو عندي بديل للحل او عندي حل معين هبدا استخدمه، هبدا احطه في نفس الكلام ده برضه. لو انا عندي حلول هبدا اشوف الحل ده هيناسب المشكله دي ولا هيحل جزء منها شويه. محدش يدعي ان هو يحل المشاكل المجتمعيه كلها بره واحده، ما ينفعش، انما احنا ممكن نحل ان احنا نقلل النسب شويه بتاعتها، او ان احنا نحسن من الوضع بتاع المجتمع في المشكله دي كلها. القضاء على المشاكل المجتمعيه بيحتاج وقت كتير وبيحتاج مجهود اكبر، ومحتاج تضافر جهود كتيره جدا من الناس، محدش بس يقول ان هو لوحده يقدر يعمل الكلام ده كله، لكن احنا ممكن نكون بدايه، ممكن نكون احنا النواه اللي احنا نبدا نغير فعلا في المجتمع ونبدا نحل من المشاكل المجتمعيه بتاعته. تحليل المشكله بمنتهى البساطه لازم يعتمد على ثلاث حاجات اساسيين، الوصف الجيد للمشكله، ايه الاسباب اللي ادت لوجود المشكله دي، وايه النتائج اللي ترتبت عليها. لو قدرنا نوصل للاسباب هنقدر نوصل للحلول. خدوا بالكم، الحلول مش لفوق زي اللي بيجي له صداع، اللي جاله صداع هنا في الحته دي، فلو خد بنادول او خد اي حاجه مسكنه للالم هيجي له صداع تاني. طالما ما قدرناش نوصل للسبب تحت ونحله ونشيل الجدر ده من على الارض، الشجره هتقع بسهوله جدا، المشكله يعني هتقع بسهوله جدا. تمام، اتمنى انها تكون وصلت الفكره وتكون قدرتوا توصلوا، لان المشاكل المجتمعيه، كل المشاكل المجتمعيه بدون استثناء على الاطلاق، لازم يكون لها حاجه اسمها اسباب ادت لوجود المشكله، ولازم يكون في حاجه اسمها نتائج ترتبت على وجود المشكله جوه المجتمع. كل ما قدرنا نوصل للاسباب هنقدر نوصل للحلول، وهنقدر نوصل لبدائل الحلول، ونشوف انهي احسن حل مناسب للمجتمع، واحسن حل ممكن يطبق للمجتمع ويتقبله ويكون هو فعلا نواه التغيير.
شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم في حاجة تانية إن شاء الله.